مرحبا بكم مشاهدينا في لقاء آخر من لقاءاتنا الرمضانية، لقاء عنوان الوضوح والصراحة، سبيل البحث على الحقيقة المفقودة في الكثير من المواقف والأحداث اللي عاشوها نجوم كتار. حقيقة كتشكل الهدف المبتغى من برنامج الفسفس اللي خدا على العاتق ديالو الربط بينكم وبين نجومكم المفضلين. رمضان كريم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الفسفس. من أين ذاك الفرح من تلك الشجرة؟ هو واحد من عمالقة الكوميديا المغربية، من أبناء المدينة الحمراء، نجم أكسبته جذوره المراكشية حساً كوميدياً عالياً، حس مكنه من رسم البسمة على محيا الجماهير أينما حل وارتحل ليكتسح المشهد الفني في وقت وجيز. حكاية من نوع خاص خطت أحرفها الأولى داخل مقهى شعبي، حيث بدأت شهرة عبد الرحمن وعبد المعروف بإيكو وذاع صيته محلياً ودولياً. شهرة واسعة ومتابعة مستمرة وتطور رهيب ميز مسيرة هذا النجم، مسيرة كتب فصولها بنصوصه الرائعة والتي جمعت بين البساطة النابعة من واقعنا المعاش والمكر والثهاء الفني. تفاصيل كثيرة بخصوص هذا النجم، ماضيه، مساره، أسلوبه وإنجازاته انتشرت عبر القنوات المحلية والصحف والمجلات المغربية والعربية، الورقية منها والإلكترونية، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بانتظار تأكيدها أو نفيها من خلال حلقة هذا اليوم من فسفس رفقة إيكو. مرحبا بك. الله يبارك فيك. سافا، رمضان كريم علينا وعليك. رمضان كريم علينا وعليك وعلى المتتبعين ديال فسفس. رمضان مبارك سعيد. شكون اللي قال لكم هادشي؟ شنو اللي قال لينا؟ هذاك الشيء اللي تقولوا. ها؟ عجبك ولا ما عجبك؟ ضروري عجبني. ضروري عجبني. عاطي واخا ما تنعترفش انا زعما كيما تنقولوا ما تنعترفش براسي. اها، ما كتعترفش براسك كموهبه كاسم ناجح في الكوميديا؟ ما نقدرش. ما نقدرش. علاش؟ ما نقدرش نعترف براسي. كاين واحد ديما احنا بحال قلتي احنا تنقدموا واحد السلعه او واحد الفن ماشي انا اللي تنحكم فيه، هما الناس اللي تيتفرجوا هما تيحكموا فيه. بحال هادشي اللي تنسمع دابا ما تنحاول نتيقو ما نتيقوش ما تنعرفش. تواضع منك؟ لا لا لا، المعقول. لا والله ماشي تواضع، بالله معقول هادشي؟ تواضع تيكون شي حوايج اخرين، هما في هذا الشيء ما يمكنش. ما عمر الفنان تيعطي تيقدر يقول انا درت وفعلت ودرت، لا سينو غادي يتقاد، لان الفنان خصو ديما يعطي ويزيد. فاش يقول الفنان بان انا وصلت وانا وصلت لقمه النجوميه وانا عطيت صافي غيتقاد؟ حيت صافي انا وصلت. دابا اذا التران وصل باقي فين بغي يزيد؟ مابقاش بغي يزيد لا الكار ولا التران ولا الحاجه. متى توصل وصلت حتى الاجل مين توصل توصل، لان احنا كفنانين خصنا ما نقدروش نقولوا. واخا نهضروا بزاف ديال الامور اليوم. قبل ما نبداو فقرات البرنامج كنديروا فلاش باك بالضيوف ديالنا. الشخصيه الكرتونيه اللي بانت لينا كتشبه ليها كيشبه لها الضيف ديالنا، الشخصيه الكرتونيه اللي بانت لينا كتشبه ليها نتايا ايكو هي سوبرمان. مرينا اختي فينا هما يديه فينا هو شو تبارك الله نتريني هو نترينا عليا. فاش كتشبه سوبرمان حنا ما كنعرفوش. انت قوي في الساحه الكوميديا اليوم، كاين اسم ايكو اللي كتشبه سوبرمان حنا ما كنعرفوش، كاين عندكم نقاط تشابه بينكم؟ قولهم لك انا. قولهم لي بحال حنا ما تنعرفوش. حنا اللي بان لينا كتشبه ليه بان القوه ديالك في الساحه الكوميديا. الله يعطيك الخير. انت قوي في الساحه الكوميديا. الله يحفظك. الله يحفظك على اختي. لا حنايا دابا تنهضروا، دابا قول لي فاش كتشبه تلبس تلبس 42 انا وياه في رجلي. قد وبجوج عزاره. لا دابا والله الا واش نكذب عليك. باش لي كتشبه ليه دابا؟ انا ما بانش ليا، انتم اللي بان لكم اللي غادي تقولوا لي. واخا ما كتقولش بينك وبين راسك كون غير كنا عايشين في عالم الدمى، ما نكونوش في هذا العالم ديال دابا، في عالم رسوم متحركه. علاش لا؟ لا من العالم ديالنا حنا زين، انما كل واحد تيش دابا انتم مثلا كل واحد تيشخص شي واحد بشي حاجه. بحال دابا مثلا شي واحد لا قوي وشجاع وتيخرج فصفص تيسميو عليه بانه بحال الليت بحال الاسد بحال فهمتي. شي واحد اللي كان تيتخبى مثلا تيكون بحال تيكون فيه واحد الروح ولا الخوف. كل انسان تيشبك. ما تمنيتيش بينك وبين هذا تيطير؟ هذا تيطير وتيطير في الكوميديا. واخا ما تمنيتيش بينك وبين راسك كون غير كنا عايشين في عالم رسوم متحركه ما كاينش المشاكل؟
عندهم المشاكل على انت ما تتفرجيش على هذاك قرين ديزل ما تيخرج تذكر قيل هو ساكن في سميتو كاين المشاكل الرسوم المتحركه تاعهم عندهم مشاكل واخا ما كنتيش كتبدا لا الحياه هي هذه رسوم متحركه رسوم متحركه بغيتي الحياه ديالك وقبلتيها بالاخفاقات والنجاحات ولا قبلتيها غير بالنجاحات ما يمكنش الحياه تكون كلها نجاحات ديما فيها الخطا وديما فيها نتعلم وديما فيها المشاكل شنو اكثر عندك اخفاقات ولا النجاحات عندي النجاحات الحمد لله نمشيو انا وياك انا طمعه منك وبغيتك تجاوبني بلا سواق انت واجد واجد انا خلعتيني في راسك ملي البرنامج بدا عندك دقه دقه يا اختي بدي براسي متحركه لا هي ولكن قاعد عليا الاخفاقات ديالك والنجاحات ديالك شكون اللي كثر شكون اللي باقي ما قلت خلعت المهم تخلعت عرفتي علاش قلت لك النجاحات حيت الحمد لله تنلقاهم في الشارع فاش تنخرج عند الجمهور هذاك هو النجاح ديالي انا حب الناس بالنسبه لي نجاح عمري ما نقدر ما نفكر غيتحقق لي في حياتي والله سبحانه وتعالى سخر لي هو مثلا فين ما مشيت نمشي عند في اي بلاصه مشيت نسلموا عليا الناس ناكل معاهم اللي لقيت نفطر معاهم نخرج معاهم في الزنقه في الطوموبيل فين ما كنت هذاك هو النجاح الحمد لله انا نهضر على هادشي كامل بغيت نقول لك عبد الرحمن ولا ايكول يوما بجوج بجوج يلا مشينا عبد الرحمن يلا كتهضر بالزواق ولا بلا زواق غالبا مع اصحابك مع المحيط ديالك الا كنا تنضحكوا بلا زواق لا لا كنا تنضحكوا تنضحكوا شويه بالزواق اها لا بعرفش كدايره بخير ولكن في الحاجه اللي فيها المعقول المعقول الحاجه اللي فيها انت غالبا كتهضر بالزواق ولا بلا زواق في الواقع ديالي انا تنضرب بالمعقول انا بلا زواق ما كاينش الزواق فوقاش شي حد قلقوا الطريقه ديالك اللي هي بلا زواق قلقات داك الشخص شكون وفوقاش ما عرفش ولكن يقدروا الناس يتقلقوا يقدروا لان بعض المرات تكون صريح تتخلع الناس ايكو او اللاعب عبد الرحمن شنو اللي بجوج فوقاش كتكون ايكو فوقاش كتكون عبد الرحمن والله ما عقل بالله على حسب طبيعتي هي اللي تتجيب لي هذاك والاخر مقل انا بيناتهم واحد بيناتهم وفعلا انا الشاشه تنقول لك غفري بعض المرات هذاك عبد الرحمن تيبغي يدير شي حاجه ايكو تيقولوا لا ويكون ما تيهضر كاع مع حمق هذاك الاخر اللي تيعبس لي الاخر العقل هو عبد الرحمن اه دابا ايكو هو المتهور الله يعطيك الصحه دابا القلب ولي برينسيب والعلاقات وداك الشيء عبد الرحمن ولكن ايكو بعض المرات تيبغي يمشي يدير شي حوايج ما مزيانينش تيحبس عبد الرحمن تيقول له لا اخو انا ما كبرت في هذا الشيء ما تربيت في هذا الشيء رجع اخو الله بعض المرات يتبزوا لي فوق الخشب تنكون خدام وتيتخاصموا لي بجوج وانا خدام بهم بجوج بعد تنهضر مثلا تنشوف جاتني شي فكره زوينه ولكن غادي نفوت فيها شويه واحد لا دوز لا دوز ماشي على الناس دير بينك وبين راسك لا هكا بصراحه في الحياه اها تنحس راسي بنخرج شويه الحشمه تيجي عبد الرحمن تيقول لك تيقول لي احبس هكا هكا تنحس به الضمير تيقول لي زكا كاع لي يضحكوا ضحك بداك الشيء اللي ايكو وعبد الرحمن ما كيخليكش تعيش في صراع ضروري اي واحد عنده حيت هذاك شكله هذاك الشكل دابا مثلا انا خرج من الدار بعبد الرحمن جيتي عندي ايكو الناس غادي يشوفوا ايكو وانا ما مستعدش نكون ايكو ديك الساعه مسخر باش ما كتكونش مستعد تكون إيه إيكو. انا مسخر ولا عندي شي غرض ولا راسي عامر تنقدر سلمي عليا لاباس الله يحفظك لهلي اختك بارك الله فيك ولكن عقلي فيه شي حاجه خاصها تقدام رون ماشي تضر خدماني تعامل الناس الجمهور خصو يفهم بان ما خصوش يفهم ماشي من حقه يفهم من حقي انا نتادبط ليه لهذاك الاخر هو الجمهور تيبقى جمهور جاي تيشوفك شوفه وحده عنده ما عز عليك تيشوفك ايكو ديما حمق ديما ضعيف عياك هذا الشيء عياك تكون دائما ضحك تكون دائما فرحان واخا في اللي عالم بك شويه لا لا هادشي راه زين هذه الحياه هادي هو انك من تكون تخرج كاعي من الدار ولا عندك شي مشكل في الخدمه ولا تتلاقى معك شي واحد تيرد لك هذاك الشيء كله تيمسحو داك الحب ديالهم تيسلم عليك فراسك تنوصل انا لواحد الدرجه مع الناس تيقول لك عنقني وتنحس بها تنعنقو من قلبي ولا عنقني من قلبي هي اليوم انا في واحد السهره كنت فيها خدم سالينا وقال لي واحد السيد والله تا بغيت نعنق قلت له مرحبا وشنو هو هذاك الشيء تينسي كاع المشاكل انا ما مجوج ما عنديش بنتي ولا ولدي اللي نقدر نحس به تيبادني واحد الحب هو الجمهور ملي تنخرج الزنقه هادشي تنقول لك فريت تنعيشو تنعيش واحد تيجي تيعنق كل تيقول لك تنعرف ولكن انت راك انسان الفنانين كاملين راه انسان الفنان راه انسان قبل ما يكون فنان إيه؟ واخا كتعياو عندكم مشاكل وضروري كتحلوا مشاكل في العائله ديالكم في المحيط ديالكم ما عييتيش شي مره مثلا جيتي مشي فول عيان عندك شي مشكل خارج باغي ترتاح بعض المرات يكونوا واحد الناس اللي انت كنتي عيان شويه ولا ما مستعد باش انك تضحك ولكن انت خصك تضحك معاهم بزمنك
انا ما تنبينش بانني راه خصني نضحك مع بزمني لان هذاك السيد جاي عندي حبو فيا خصني نبدلو هذاك الحب وتنمشي ديك الساعه لدارنا ونعيا ولا نطيح من السطح. دائما مع الاسماء هذا هو اللي صعيب في الخدمه وصافي. واخا دائما مع الاسماء والالقاب باش كيفكرك لقب قشقال الحريري هذا هما اللي نطار هذا عندنا حنا في عائلتنا في الاسره الصغيره كاينين شي كاين قشقال الحريري كاين الملك جالق كاين شنو هادشي هادشي سميات مسمينهم من والدينا وبناتنا حنا راه حنا عائله كلها دايره هادشي في الصغر وكل شيء فهمت عندنا اسماء الكل انا علاش سميتي قشقال الحريري فين ما كانت شي قشقاله تنجيبها لامي للدار فاش كنت صغير مثلا تنشد هذاك الطون الحك ديال الطون تندير ليه الرويضات وتنصوب منه كرندايزار هادشي باقي عندي دابا تنخدم به تنشد مثلا طاسه تنصوب كنتي مأثر بالرسوم المتحركه كنت تنصوب لي جوير انا في الدرب تنصوب لهم في لي بيريب واحد ديك عرفتي ذاك اتاي ديال اللي فيه الخشب طبيعه الخشب تنشد السلك ديال الدفتر وتنصوب به هذاك بحال هذاك تيلعبوا في الفليبر تندوز واحد السلك من هنا وتندوزو وتنشعل شمعه وتندير واحد تنبقاو نلعبوا واخا هكا باش كنت نلعب وتنتسمى قشقال انا نبقى معك في هذه الفتره قشقال الحريري واخا اشنو اكثر حاجه توحشتيها في الطفوله ديالك؟ هو مي تنخرج في مباب الدار وتندير سبيكتاكل في مباب الدار ما كاين لا توجد لا والو لا ما كاين والو الحمد لله باقي لدابا المهم ما تتوجدش سبيكتاكل لا غادي توجد سبيكتاكل تدير الارتجال نخدم لداخل انا عزيز علي نخدم لداخل تنبقى ديما ما كتوجد سبيكتاكل لا تنوجد سبيكتاكل كاينين قوانين خصك تدوز عليهم خصك توجد سبيكتاكل ولكن الطريق كل فنان تيختلف الطريقه ديالو كاين فنان خصو يجلس ويجيب القهوه كحله ويجلس وباس سكوات ويكتب كاين فنان تيخرج يجيب التركيله ويجمع سبيكتاكل ويجي مثلا ماشي انا اللي بغيت لداخل اللي تيهضر رجع الفتره ديالك ديال الطفوله اكثر حاجه توحشتي هو سبيكتاكل حدا باب الدار اي حدا باب الدار تنخرج السطوله تنضرب الموسيقى في باب الدار تنصاوب تنلعبوا الكره الكره ديالتنا حنا تنلعبوا ماشي الكره العاديه دابا تنجيو تنمثلوا كابتن ماجد تنشد واحد العصا وتنديرها في الكره وتيشوت شي واحد تنديروا لها بحال هكا تبقى في السماء واقفه ولا تندير التعليق ديال كابتن ماجد دائما والاخر تنهزو تيدير رجليه بحال هكا تنبقاو نتسناو واحد ربع ساعه باش يضربوا كان خصنا نديروا الكابتن ماجد ماشي سوبرمان ياك بحال بحال الله يجيب الصحه ما كاين مشكل غير رجع انا وياك العائله ديالك كنشوفو كتهضر على الام ديالك ضروري وما عمرنا ما شفناك على الاب ديالك شفتيه قبل ما يموت عقلتي عليه ضروري مات قدامي شحال انت عم شحال في عمرك ما عرفتش 16 عام شنو اكثر حاجه كتعقل عليه كتعقل عليه معاه وشنو بغيتي يعيش معاك اليوم ما عاشوش معاك الوالد ديالي كان توفى من بقدر الله سبحانه وتعالى ماشي توفى شي وكان صحيح بخير إنما في الاخر ديال الحياه ديالو بقات ليه واحد عامين الله يرحمه وتبصر من عينيه ديك الوقيته اللي تبصر من عينيه ما كون كنت انا دابا بهذا زعما كاين واحد كنت غنوقف معاه بزاف د الحوايج فاخويا اللي تكلف به حتى دابا كون لقيتو كنت بزاف د الحوايج نديرهم بزاف د الحوايج ما هذاك وهذا السؤال ديما تيطرح ليا في العقل ديالي لهذا فاش توفى ديريكتوم وانا تبرونشيت مع الوالده بقيت مقابله بحال الا خلى لي واحد الامانه ديك الساعه فين بقيت انا مع الوالده ديك الساعه اللي ما عرفتش كيفاش حتى انتشرت في المغرب بانني انا راه عندي علاقه مع امي ربما لونطوغاج اللي كان داير بيا والناس اللي كانوا تي اللي سولوا عليا باش على قبل البرنامج تماك فين صراحه الله كون كان بزاف د الحوايج كنت نديرهم بزاف د الحوايج كنت ما نديرهمش سلام الاب شي حاجه حالاش ما ديرش نقدر كل ما نديرش الفن ما نديرش الفن يقدر يحبسني ما نديرش الفن يقدر يبغيني ندير شي تخصص نكمل فيه قرايتي ولا ما عرفتش لان الوالد ديالي محافظ دابا المجد ديال ايكو انا نقول لك ما عمرني قلت لشي حد الام ديالي انا رحمانيه النشاط والضحك وكل شيء الوالد ديالي مسيوي هذوك الناس اللي القران والمعقول ما فيش دابا انا تخلطوا ليا بجوج الضحك والمعقول فهمتي لهذا تنقول لك عبد الرحمن تيحبسني باش ما نديرش شي حوايج شي حوايج بزاف ديال عروض خدامي تنحبس ما نديرهمش نظرا لهذاك التربيه اللي رباني هذاك السيد الله يرحمه الاب ديالي فاش كتعيا كنا كنعيا كنعس فاش تتنعس لا كتمشي عند الام ديالك كتقولها انا عييت مناش الام ديالي تنعيا من تنقولها عييت من الطريق عييت من الخدمه مثلا كل شيء تيعيا من الخدمه لان ما ربما عمرنا طاحت لنا الفرصه نشكيو اشنو ولكن الفرحه ملي بحال دابا مثلا ربع ايام ولا ثلاث ايام الحمد لله والشكر لله درت فيها 3100 كيلو
راني ضاري بالكوسان وعاوتاني فوق الخشبه درت ساعه في ساعه في ساعتين تنحس دابا انا تنهضر معاك هنايا فهمتي تنقدر نقول للوالده هذا الشيء عييت الكوسان وهذا بشويه عليك وكذا ولكن منين تتحقق النجاح وتترجع كاين السيك والله يعاونك ولدي الله يجعل ما كتقول لا عييت من هضره الناس لا لا ما عندي مشكل لا مبالاه وما كاينش قلت لك انا عقلي بغي يقول شي حاجه يقول لها يقول حتى غدا العيد حنا متفقين لا ما عندي مشكل انا حيت عرفتي علاش لان ديما تتبقى ديك الثقه في النفس ماشي الثقه في النفس باش نبوزي عليك اثق في راسي انا لا تتبقى الثقه في النفس كانسان كرمني الله ما تنحتاج شي واحد اللي بغي يخسر ليا وجهي ولا ما عندي ما نقول له مادام الله كرمني واخا كانسان على كلنا كرمنا الله وهذا ميساج مهم ما عمر شي واحد يسمع لك كلام الناس راه خايب يقدر يضرو انت واثق ومقتنع بهذه الهضره ضروري ماشي تقولها باش تقولها لا متقلع ولا مقتنع بان الهضره ديال الناس لا 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 بلاتي مقتنع بهذه الهضره لان كاينين بزاف ديال الفنانين كي يقولوا شي هضره ما مقتنعيش بها كيقولوا بان احنا عندنا لا مبالاه تيبغى يقول شي حاجه يقولها ولكن كيتاثروا بالهضره ديال الناس انا نشرح لك دابا هنا هضره الناس اللي غتاثر كما كانت خايبه مثلا زوينه ماشي هذاك هي كلام عابر ولكن مين تيولي فيها القذف في المحصنات علاش بغيتي تجيب الدوره لا لا جيب الدوره حتى حاجه انت اللي غتقول لي اليوم انا غير تنسول يلا المهم انا اللي غنجيب الدوره يلا جيب الدوره مع راسك انا جبتها لا ايكو والله الا جبت الطوره بالله والله ما كنت زعما بغيت ايكو بغيت عبد الرحمن واش جبت ياك شتي دابا كيخرجتي هو جا هذاك والله ما تنعرف انت تيجي القذف لا القذف انا ضد اي واحد تيعاير شي واحد انا اصلا ما تنحملش هذا الشيء المعايير تيضرك لا خايب بالتحكيه ولكن باش انا مسالم مسالم ما درتش هذا الفن الا للسلامه عزيز عليا تنسمح في حقي نسمح في كل شيء من اجل السلامه تنحس بالاخر من ناحيه من الناحيه اللي وصلني بها الله سبحانه وتعالى واخا ما نقدرش نادي شي واحد متى توصل بي عايروا لك امك وهذا ولا ما قدش هضرات الناس ولا القذف ولا المعيار إيه؟ واخا الا بغينا اليوم نديروا قصه ايكو فيلم سينمائي ياك إيه؟ شنو العنوان ديالو قصه ديالك تبارك الله راه قصه طويله ايه جبدة شنو العنوان الانسب لهذا العمل العنوان ديال الفيلم ديال القصه ديال حياتك والحمد لله الحمد لله شكون الاسماء اللي تبغيهم يلعبوا معك بطوله هذا العمل اللي بغى المخرج بغى المخرج اللي بغى عرفتي علاش لان العمل الا كان الا كان الا كان المخرج غادي يكون هو تيفضل يكون معك شي واحد فواحد لا سيتياسيون في كذا هذا غادي تكون المخرج اللي تختار حتى الفنان ما تختارش ولكن غتختار المخرج شكون المخرج اللي ما يمكنش تختار المخرج حتى تبغي دير العرض ديالك تهضرش على العرض تنهضروا على فيلم سينمائي اللي هو العنوان ديالو انا اول مخرج خدمت معاه باش ما نكذبش زعما هو السي احمد المعنوني في الفيلم ديال فاطمه الله يعمر ليه الدار هو كانسان ظريف زوين محترم ولكن في الخدمه الله يعمر ليه الدار لانه في واحد الوقت قال لي ايكو لا حسيتي براسك مزير راه عندك واحد الخريجات ديرهم منين خرجنا دوك الخرجات ولا عجبوه ولا تعامل معايا وقال في حوار قال بان فاجاتيه كممثل ايه واخا الشهرة والنجومية مالا شنو خداو منك؟ غير الوقت الوقت شتي اللي كاين كنتي كدير شي حاجة عطاوني بزاف د الحوايج شنو عطاوك؟ عطاوني الحب ديال الناس عطاوني فين راه كاين داك الشيء عندي كتهضر معايا بالزواق ايكو وما كاين لا زواق لا والو داك الشيء الداخل خصني نعطيه لمن نمشي نديرو فكنت غني في الحمام هنا وتنضحك خص خرج دابا لعند الناس شنو كنتي كدير قبل ما تكون مشهور ممنوع عليك ديرو اليوم؟ اش كنت ندير قبل؟ قبل الشهرة ممنوع اليوم ديرو لأنك اسم معروف الناس كيعرفوك تقدر خصك هو نقصت شويه من التسطير خصك تنقص من التسطير ها لا هي نقصت منها انايا خصك تنقص منها علاش لا انا تنسولك انت قلتي لي نقصت من التسطير لا راه كنت انا تنمشي في الزنقه تندير شي حماق دابا لا دابا الشهره ما كتسالش لا حيت دابا وليت قدوه ماشي تندير شي حوايج خايبين بحال مثلا تنكون غادي في الزنقه تنضحك مع اي واحد تندير شي حوايج بحال ماشي كلشي سلمي ما كايناش حاجه تتأذي الناس دابا وليت قدوه خصني فهمتي نكون وليت اي حاجه بغيت نديرها تنقول عندك يشوفها شي واحد يتبعني ولكن فاش ما كنتش معروف كنت ندير بحال مثلا ما فهمتش نوقف الضوء الاحمر ويشعل الضوء الخضر ونبدا نشطح لهم كان فيا هذا الشيء انا كنت هكاك خارج هكا من الشركه دابا ما نقدرش من الشركه ما نقدرش الكوميديا او الضحك رصيد ديالو فوقاش غيقول لك بان رصيدك انتهى ايكو امتى انت الرصيد ديالي
الى عجزت الى الى ما الى ما باقيش قدرت ندير شي حاجه الى 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 توقفت المسيره بشي قدر من عند الله شي حاجه اللي سميتو ولا بنادم كبر ما بقاش قدر ولا كانت شي شعاعه ولا شي مرض هو اللي يقدر يحبسك ولكن راه هذاك ليموغ هو علاش تخلقت هذا الشيء دابا عرفت راسي علاش تخلقت درت الصناعه التقليديه خدمت هذاك الشيء كله عنده فيديوهات وتصاوري وكله في الانترنت خدمت في العراسات هزيت العماريه درت سرباي خدمت سيقت الطيور كنت واحد الوقيته تنخدم بحال ندير الميناجي كل ما كنتيش اليوم معروف بهاد الشهره وبهاد النجاح كنتي غتكون عندك الجرأة تقول باني انا كنتسيق الطيور كان تكون عندك الافتخار وانت مفتخر وانت كتقول هادشي اصلي هذا هذا اصلي عمره ما غيضرني واخا نمشي به حتى انا نشرح لك واحد القضيه بعض المرات نكونوا خدامين في شي بلاصه وتجد لك العماسه ديال اوتيل 5 ايطوال انا بعض المرات ما تنعس تما تنعس تنفرش في الارض وبعض المرات ما تناكلش كاع تنقول ماشي حيت ما زعما ما راضيش بالعكس بعض المرات الدراري تيمشيو يجيبوا لنا غير بانينيات فيهم شي حاجه وناكلهم ما تنولفنا واحد الحياه وبعض المرات تلقاني تنتعشاني مع الناس وكذا البساطه اللي كتهضر لي عليها كاينه في الفنانين كاملين ولا بعض منهم ما نقدرش نحكم عليهم لانني ما نعرفش بحال مثلا كاين شي واحد اللي عاشرته ما نقدر نحكم عليه نعرف نقول لك عنده بساطه وكذا ولكن الاخرين ما نقدرش نضره ولا واخا غنشوفوا قبل ما نسدوا هاد الفقره غنشوفوا مزير عندك هاد الشيء لا والله ما مزير لا ما مزير والو واش بغيتي يكونك انت ما كنتيش مسوسه بالدير بين قتل الناس الله يهار غنشوفوا مجموعه من الصور تنخر لامي الفريت دابا مع التشهرت ما باقيش انا مخر لها واخا غنشوفوا مجموعه من الصور وغنعلقوا عليها يلا نعلقوا هكا ولا هكا دائما في اطار البساطه ديالك ايكو بغيتي تعرفي هاد التصويره فين؟ غنشوفوا صوره اخرى هي سبحان الله واخا تنشوفوا عبد الرحمن الانسان وقلبتو هي عبد الرحمن او لا ايكو شنو كيعنيو لك هاد الصور؟ هذوك الصور تيعنيو الاصل ديالي تيعنيو فين كبرت فين تيعنيو باقي متشبت بواحد الناس كبرت معاهم او باقي متشبت بلي برانسيب ديالي وباقي متشبت بتربيه والديا اللي ربوني على انني نحب الناس كاملين البان الله يرحمه كان تيتلاقى مع شي صاحبو تيقول لي الا ما بستيليش عليه تي كان تنخلي ضربو في الدار افتقدنا هاد القيم دابا ما بقاوش علاش لا يباد تيلعبوا الدراري ديجيتال خرج على كل شيء اها حنا كانوا والدين ما نقدروش حنا نهضروا كاع معاش انا باقي اقسم بالله الا باقي فيا ما نقدرش نهضر مع شي واحد كبر مني بعض المرات واحد النهار توقعت لا ما نقدرش نهضر معاه بصوت عالي تتهضر معاه هي ما نقدرش نهضر زعما نقول لك ما نقدرش نهضر معاه ما نقدرش نتحاور نتجاوبوا ما موالفينش نتجاوبوا حنا مع خالاتنا عماتنا جيراننا الناس اللي كبر منا دابا ما كاينينش هاد القيم ماشي ما كاينينش تيخرجوا بعض المرات تيصدروا في الانترنيت وتيصدروا في الزنقه تتاسف لهم انا واحد النهار كنت غادي في جامع الفنا لقيت واحد تيتخاصم هو با ما عرفتش كيفاش جريتو سوقت انا شي ايكو ولا شي شهره قلت لي علاش تضرب تهضر مع باك بحال هكا قال لي لا ما تقيسنيش وداك الشيء قلت له جاي نهضر معاك وجديتو بردتو هضرت معاه عاد عرفني قلت لي واه من لا قال لك لا راه حقر عليا وديما تيجي عاد بديت تنشرح بقى في الحال حنا هكا ولفنا ما تنقدروش نهضروا مع الناس اللي كبر منا غنمشيو انا وياك القاس احسن من كذاب ولكن باقي القاس فراسك مصفر انا جالس مخلوع ما عرفت لا والله ما تخلع ولكن قبل غنمشيو الفاصل ونرجعوا صافي مرحبا مشاهدينا ضيفنا هو ايكو فاصل وراجعين ما تمشيو فين ايكو فوقاش قصحتك الوقت قصحيتي شويه مع الوقت ضروري راه هادي راه خص كلشي يقصح مع الوقت راه بلا مرات الوقت راه ما تعرفش اش مخبيه ليك الوقت هكا دايره فوقاش قصحتك قصحتني الوقت من صغري انا صراحه الله وقصحتني اكثر من نافقه الاب ديالي تما فين قصحتني الوقت حسيتي بمسؤوليه ضروري مسؤوليه الا ما حسيتيش بها كاع لا خصك الناس اللي ما عندهمش مسؤوليه خصهم يعاودوا يفكروا يلقاو شي مسؤوليه المسؤوليه اهم حاجه في الانسان تتقصحوا قصحتنا الوقت من بزاف المشاكل اللي تراونا بزاف الحوايج تعرضنا لهم بحال اش بزاف من نصب كذوب شكون نصب عليك
والبينة ديالتنا حنا راه كنت واحد النهار بقيت نعقل في سبق ليك وقلتي في انترفيو بان نصب عليا كنت في اكادير ما عمرني نسالو هذا الشيء لا لا ما صافي مشى هذاك الشيء نسى يبقى هذاك الشيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى انما ديك الوقيته اللي كنت فيها النصب اللي قاصحه شنو وقع درنا سبيكتاكل اتفقنا داروا الكونترا كل شيء داز مزيان منين دخلنا للسبيكتاكل وانا فرحان نلعب السبيكتاكل ديالي شتاتاتا في أكادير لقيت جمهور من دخلت تلقى الجمهور حاضر كامل كل شيء واقف تيتسنى واحد الفرحة كبيرة وتنشكر على الجمهور ديال أكادير علاش غنشكر جمهور أكادير لأن السيد اللي نضم ماشي ولد أكادير جا ونصب علينا تما أنا خدام فوق الخشبة دخل عندي رضا قال لي هذاك السيد اللي منضم راه هرب هادشي دار بيناتنا دغيا قلت له مازال ما لعبتش لاعب أنا خدام وتنهضر معاه واحد الكومينيكاسيون مع رضا راه في شكل أنا خدام مع فهمتي ماشي ما قصح هذاك الوقت دابا انا خدام مع الجمهور ما بينتهمش اش واقع وتنهضر معاه كذا كذا وتنلوح كذا وتنخدم قال لك راه ما كاينش راه قال لي راه ربينا بالفلوس وتا كلشي شوف كي دير حبس ولا شوف واش دير قولها للناس ولا ما ديك الساعه دخل عبد الرحمن كمل انت جيتي باش دير الصغرى جاي ندير هذا الشيء من قلبي ما عندوش علاقه بالماده وقوفي في الخشبه ما عندوش علاقه بالماده بقيت تساليت الجمهور اكادير كاين اللي بكى واحد السيده باقي تنعقل عليها جات فطرت معنا في كازا مسكينه بالسم كلشي تيقول لي عطينا الكونت ديالك نعطيوك الفلوس تنقول لهم ما جابونيش انا الفلوس جابتني الموهبه عندي الداخل خصها تخرج ليكم نتوما ما شحال غنضيع من وقتي الا كاع درت سبيكتاكل فابور اش غيوقع شنو غيطرى ليا شنو علمك هاد النصب هاد العمليه النصب طارتين النصب تعلمني الناس بكري لا راه علمني ما باقي نتيق ما باقيش نتيق اش بغيت نتيق انا قبل سبيكتاكل تاخد فلوس ديال كاملين دابا لا دابا كاينه دابا حنا عندنا في الخدمه ديالنا واخا هادشي تيتعلق بالاداره حنا كل واحد عنده خدمته انا ما خدمتيش الفلوس خدمتك وتخدم خدمتي هو نعرف ولكن دراتك هادي دراتك هادي ضرتني لان قلت علاش الناس واش انا تنقول واش الناس غيعيشوا بحال هكا واش عرفتي راسك انت دير واحد رزقو غتنعس في قبرك راه ما يمكنش ما نقدرش انا توقع لي هذه القضيه ندير واحد رزقو الناس في قبري واش الناس يشوفوا غير الدنيا راه حنايا مسخرين في هذه الدنيا واخا ايكو بداياتك كانت مع حسن الفت ياك بكل صراحه بغيتك تجاوبني شنو هي اكثر حاجه عجباتك في الفتره اللي كنتي معاه مع حسن الفت الفتره ديالتي مع حسن الفت ما عمرها غادي تنسى هي فترة ديالة القوة ديالي عمرها ما تنساني وتنشكره بزاف شكر الجزيل اللي هو أب روحي وأستاذ وأخ وإنسان تيخاف عليك وبزاف الحوايج تنشكره لأنه خلاني نلعب في الفضاء اللي كان موجود لأنه هو سيت أن أختيست ما نهضروش عليه في هذا الشيء كبير باش حاشا ونشكوا في القدرات ديالو ما نقدروش نهضروا عليها سبقنا فاتنا بزاف الحوايج تيعرف علينا بزاف الحوايج لا بزاف الحاجة مجهد علينا ولكن الفضاء ديالو جا ودخلني فيه قال لي هاد الطريق اللي غادي تشد توكل على الله بحال شي واحد اكثر حاجه عجبتك في هذه الفتره هو الوقت اللي دوزنا حسن الفن بيناتنا ديال الضحك ماشي الخدمه اللي دي سيتياسيون علاقه انسانيه اللي بينكم علاقه انسانيه وعلاقه مهنيه بعض المرات تنبرزطوا في الخدمه وتيقول لي غادي تمشي في حالك واحد شاتي تيبقى في العاد يقول لي رجع ايكو اجلس معنا شنو اللي عجبك اكثر الكوبل ولا كبر والحبيب ها رايك شنو اللي عجبك قولي لي انا ما عندي مشكل الكوبل ولا كبر والحبيب هما كل واحد عنده جمهور ديالو بلا زواق ما كاينش الزواق واخا دابا حنا في قاص احسن من كذاب علاش غنكذب شنو اللي عجبك اكثر راي ديالك شنو اللي عجبك اكثر دابا راه كل واحد عنده جمهوره في هاد الجوج انت حنا ماشي الجمهور انت انا بالنسبه ليا جوج مزيانين عرفتي علاش ماشي غادي نقول حيت هي تم صاحبي ولا حيت سيت ان ستيل تبدل من اكتور لاكتور الحبيب وكبور والله ما غاديش نكذب دابا انا الحرف اللي كبور باش لا تيقى بك الحبيب وكبور حتى هو عنده واحده سميتو والشعيبيه وكبورتا هي عندها واحد النيفو كبير غير حنا شفنا اول حاجه هي الشعيبيه لو كنا شفنا كبور الحبيب غيكون مزيان كيفاش جاوك حيت حنا تنهضروا دابا على كبور والحبيب كيفاش جاوك الاعمال الرمضانيه اللي كاينه دابا كوميديا ما نقدرش نحكم ماشي خوفا على صحابي ما نقدرش نحكم لانني حتى انا كاين في ما تنحترم الاعمال كامله ولكن ماشي انا اللي موجه عليا السؤال باش نهضر معاك بصريح ما نقدر نجاوب على حتى شي حاجه انا راه راسي ما تيعجبنيش انا اللي دونك ما عجبوكش الاعمال لا ماشي ما عجبونيش تقدر تكون خاصه خدمه ولكن ماشي انا بزاف ديال لي موغ ديالي انا ما بعيد بزاف ديال النقاد ديال الصحفيين تيقولوا بان عندنا مشكل في الكتابه خلل في الكتابه الكوميديه بصح يقدر
دابا انا المشكله هو ما تنتعامل مع حتى شي كاتب، هذا هو المشكل. تتعامل مع راسك. اما موهبتي ما نقدرش نشرح لك كيفاش، حيت انا طريقه باش نكتب قلت لك قبيله ما نقدرش نشرح، ولكن الا كان شي خلل في الكتابه او كان شي حاجه ما عجبتش الناس فهم اللي غيحكموا عليها. علاش عمرنا ما شفناك في شي عمل في رمضان؟ بزاف د الحوايج على اللي هما مازال ما ماشي ماشي تخوف، ما مستعدش وتنعطي باتساع كاع الحاجه اللي غادي يدخل فيها الروينه وداك الشيء. عزيز علي انا عايش سامبل ويزن بالحيط ودير سبيكتاكل ديالك وصافي. سبيكتاكل ديالي علاش لا، ولكن راه تنفكر انني ندير شي عمل رمضاني يكون صغير زوين عاد نشوف كيفاش غادي يعطي. انت مع الانتقادات اللي تعرضوا لها الاعمال الكوميديه ديال هذه السنه ديال السنوات كاملين؟ اي واحد عنده حق ينتقد، حيت كاينين انتقادات فيا. الانتقاد هو واجب، واجب مدني. الانتقاد انت علاش الا فصلتي شي تكشيطه خمسه بيقول لك خايبه خمسه بيقول لك لا اختي، حيت على حسب الناس اش عاشت واش شافت، وعلى حسب الفكر، حيت حنا تنضحكوا مجتمع فيه بزاف الافكار. رجعوا للضحك ديالك واللي كتضحك المجتمع فيه بزاف ديال الافكار. قلتي مجموعه من الشخصيات، ندمتي على شي شخصيه قلتيها؟ لا كاع زينين، انا ما تنقلد شي واحد ما 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 زعما ما تتبغيش. لا كلشي الحمد لله عندي معاه كلشي تنبغيه، ولكن تنقول لك ما تنقلدش اللي داخلين ليا بزاف وما تنقلدهم، اللي داخلين عندي بزاف عزيز علي، لان ماشي انا تنقلدهم، هما تيجيو ليا تيدخلوا ليا العقل تيقول لي قلدنا. عمرك تعرضتي لشي عتاب من شي شخصيه قلدتيها تقلق منك؟ ويقولنا الحقيقه دابا. خليني نفكر. يلا فكر مع راسك. شكون اللي تقلق منك؟ دابا تصوري دابا كي غادي يولي داك الشيء وكي غادي يرجع. مره واحده كنت باقي ما تشارتش وكان السي سعيد الصناجي اللي تنبلغ عليه السلام، دابا راه علاقه اخرى تنبلغ عليه تحيه للسعيد الصناجي اللي صراحه الله تيعجبني الاعمال ديالو، صويت عنده خطير لا في الطرب ولا في سميتو ظريف وبوالي وبوالي ظريف وبوالي. واحد النهار كنا عندنا واحد العرض في مسرح الملكي، كان غادي ندوز ما مشهورش، ولكن عندي باساج فيه 20 دقيقة وأنا ما مشهورش. ولقيت الصناجي وأنا نفرح، قلت ناري ها هو بين نشدو بين نقلدو بين نضحك، من ضحكت معاه قمعني. وكان قالها واحد النهار في الراديو، قال لي بقى لي كيرانة تقلدني فين شكون هذا منين جبدو كذا كذا، شد فيا. ولكن ما قذفنيش ولا سبني ولا غير سب، غير شد فيا. غادي تطور اول حاجه غادي ندير في التلفازه هي غادي نقلدو لانني تنبغيه وعزيز عليا. ملي نقلدتو تندم معاه الحال. جا وقال لي كذا كذا، قال لي تنشكرك بزاف، انا في راسي الناس تيعاودوا لي انت في هولندا في بلجيكا كذا كذا، تقلدني وديما تفكرني في الجمهور تبارك الله عليك. كنت بدلت المحبه، تصوري واحد غادي يكون عنده سهره وغادي نمشي نركب انا وغادي نمشي وغادي يشد لي طاكسي باش نمشي ما تنساهاش، غيشد لي صناجي طاكسي هو غيجيبني بطوموبيلته كان مسافر، شد لي طاكسي من الرباط لكازا، انا باقي ديك الساعه واقيلا كاع ما مشهور بزاف. فهمتي؟ شد لي طاكسي ما عنديش فاش نرجع، شد لي طاكسي كبير وخلصوا لي في اي بي وتيقولها لي وعقل عليها وهي هذه فين جات لقيتها فين جبتها. واخا غنعطيك مجموعه الاسماء الكوميديين وغتقول لنا شكون اكثر واحد فيهم كيضحكك. قلنا عاوتاني كلهم، ماشي الا بغيت تقول كلهم ما نقولش لك الاسماء. شنو غنديروا؟ انا ما فهمتينيش دابا، انا راه عندي مشكل انا اصلا. شنو هو المشكل؟ ما تضحكش انايا، لا ناني ما تيضحكك حتى واحد، داك الشيء تيضحكني انايا. شكون اللي تيعجبك فيهم؟ رشيد رفيق، واش تهضري على يسار، هادو كاع كانوا هيثم مفتاح، جبتي لي غير النوج دابا حمزه الفيلم. لا هادو كلهم عندهم جمهور. انا دابا نشرح لك واحد القضيه، حيت ما بغيتش نكذب، حيت هادشي اللي كذبت بيبقى مقيد عليا على رقبتي في الصحيفه ديالي، ما بغيتش نكذب. يسار تبارك الله عليه فنان. لا تعطيني واحد كيضحكك. كلهم ما تيضحكك، قلتي ما تضحكش كاع. لا ما تنهضكش، ماشي تنهضك على الضحك زعما الضحك، انت قلتي لا تيضحك حتى واحد ما تيضحكش، كاين اعجاب بالخدمه ديالهم. واخا ما كاين مشكل، حيت حنا فاش نقول لك واحد القضيه تبقى بيناتنا حنا فاش نكونوا جالسين تنتفرجوا هاد الكوكب الفنيه اللي كاينه في المغرب تبارك الله اللي حققت نجاح كبير. كلهم تبارك الله، هو بحال كان في بلجيكا راه واخدم في سميتو، راه الناس راه تدور خدامه ديما الحمد لله اللي موخ حاضر. انا راه ما نكفيش بوحدي نضحك وهو ما يكفيش بوحدو يضحك المغرب، حنا مجموعه باش نخدم. شكون اللي قريب لك في قلبك؟ كل راه هادو كلهم صحابي، ولكن اللي تنتلاقى معاه بزاف دابا هيثم اللي تنتلاقى معاه بزاف وصاحبي بزاف وجالس معاه. مي هادو كلهم خوتي، رشيد رفيق راه من الصغر تنعرفو، ياسر تعرفت عليه في العمل الفني، حمزه الفيلالي الله يعمر الله يطير،
العمره بس وزادت ما يمكنش انت كاع صحابي مي عيت انت كنسمع بزاف بس والله عمرها هضر كاع الدراري ظريفين واخا كلشي ظريف وكلشي زوين وكنتي معانا والله يكون كان فيهم شي واحد خايب تنقول لك حتى ما تنخشمش انايا كان شي واحد خايب نقول لك هذا خايب واخا ما كاين مشكل نمشيو انا وياك الحق الرد مشينا اختي هادشي عندكم جهد وقاعد عليا لا بلاتي ما مجيتش ما مجيتش لا والله ما مجيت قعدتي تحرجي فيا ما حرجتش فيك والله تنقول الحقيقه والله ما تنكذب ما حرجتش فيك بالعكس داكشي اللي قلت لك انا كله حقيقه حقيقه راه بات واخا ما تقلد بيا انا ما تقلب شي حاجه خلعيني 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 يعني خلعيني شنو الاتهام اللي بغيتي ترد عليه؟ اي اتهام كاين نرد عليه شنو بغيتي ترد عليه انت؟ شنو بغيتي شي حاجه ترد عليها؟ كنعطيوك هذه الفرصه قبل ما نقول لك اتهامات اللي موجهه لك شي حاجه بغيتي ترد عليها عبد الرحمن شنو هي؟ بلاتي نشوف تنقلب دابا نشوفو بعدا واخا عانيتي كثير من الحسابات المزوره في مواقع التواصل الاجتماعي شويه ماشي بزاف عانيتي اي شويه ماشي بزاف سبق شي حد وطلب الفلوس باسمك هذه نقطه مهمه لانني ما انا حنا كنقول لك واحد عنده مهمه معنا ليكيب ديالنا كل واحد يتكلف مهمه كاين اللي مكلف بالفيسبوك انستغرام كاين اللي مكلف بلي كليون كاين اللي مكلف بالفينونس كاين اللي مكلف بعدا تنخدموا اون جروب الفنان اللي ما كانش معاه واحد ليكيب ليكيب تخدم معاه ما يدير والو تيخصو واحد ليكيب اللي تكون واقفه معاه باش تعاونوا على كاع المسائل اللي خصها واحد السيد صراحه الله من جبتي غادي نقولها قلت لك ما غنكذبش تيعيطوا ليا تيعيط ليا السي محمد اللي معنا هو شو كان تيعيط لي تيقول لي راه هذاك عيق اش نديروا معاه تنقول له شوفوا شي طريقه بلا ما تدخلوا شكون هذا هاد السيد اللي الى بيغاتي لو كونت شي حاجه سميتها ما الى با بيغاتي لو كونت اها شو دار الى بيغاتي ليماج 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 دار قرصنه الصوره ديال ديال ليماج تيهضر بسميتي اها اها ليماج ماشي الكونت ديالنا الحمد لله سيكيوريزي زعما الناس ما تي ما حنا ماشي من داك النوع ديال هذا كونت ولا هذا واش دار هو تيعيط للبنات تيقول لهم صيفطوا لي الفلوس راني واقف وانا تي 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 هما تيهضر معاهم في شي حاجه سميتها مونيغرام ولا ما عرفتش شنو هي ما عرفت انا فاش تيهضر معاهم حنا تنفلتريو كاع الردود ديالنا ولا اللي فهمتي ما كاينش تشي رد ما خرج دابا خايب ولا قلت شي حاجه فما فهمتش واحد تيقول لك واحد شويه قالوا لي الدراري غنعيطوا للبوليس ولو تيصيفطوا لي الناس الفلوس انا راه عندي مشكل في هذا تعاونوا معايا وما بغيتش نقولها تيقصد شي واحد يقول لي تعاون معايا راه ما بغيتش نقولها هذا راه النصب هذا دابا مين غادي الدور غادي تلقى شي واحد صغيور وغادي يبقاو فيك والديه الا درتي معاه شي حاجه وليت قلت للدراري حاولوا تلقاو شي حل بلا ما توجهوا للسلطه حتى تستعصى عليكم الامور وديروا خدمه عانيتي هي لان واحد الوقيته بديت تنقول دابا يدير شي حاجه وتحسب عليا انايا ما عرفتش ماشي زعما نخاف زعما طرا لي شي حاجه ولا هي تحسب عليا ليماج ديال الناس خاص الفنان يدير الف حساب للصوره ديالو بيان سور يدير الف ويكون سبونتاني يكون بخير ولكن الا كان سبونتاني يقدر يدير شي خرجه غير محسوبه حيت سبونتاني هو ايه وتحسب ضد الضوء علاش ما غاتحسبش لانه سبونتاني عمره ما تيتحسب داكشي اللي في قلب الانسان تيقولوا لا تدخل بهذا الضوء راه كان داكشي معقول اللي تيقول واخا بزاف ديال الاسماء من الجيل اللي قبل منكم ديال الكوميديا كينتقدوا الشباب اللي هما نتوما اييه وكيقولوا بان كتاباتكم ضعيفه وجريئه بعض الشيء شنو الرد ديالك عليهم اليوم؟ ايوا تفضلوا على الساحه يقضيو فيها المغاربه يتقدموا الا كانت شي حاجه خايبه ولا هذا يديروا شي حاجه واخا انا ما تندخلش في التنافس ولكن تنجاوب على راسي تنهضر كشاب بلا زواق بيتي بلا زواق لا الصين يطلعوا على البرامج غير يفرجونا حتى حنا نستراحوا ونديروا اللي عنده شي حاجه كما تيقولوا الدس فهمتي شفنا محبين الفيلم ديالك فاطمه وشفنا منتقدين شنو الرد ديالك على المنتقدين كل شيء زين الا انتقدني شي واحد رانا والله بديت في الافلام ولا شي واحد اجبول على الله يسهل عليه شكرا واخا ها هو انا اللي صوبت لا فيش فراسك برافو عليك سيبتيها الكونسيبت ديالي انا اللي صوبت لا برافو عليك برافو عليك قلت لهم كذا كذا ما درنا لي سميتو واخا خرجت واحد لافيش كنخرجوها ما مزياناش ما عجبتكش ما عجبتنيش ربما دائما في اطار الصوره ديال الفنان لا انت هنايا كانت خايبه وقلت لهم غادي تجي جا عندي الانفوغرافيست للدار وقلت انا وياه قلت ليه هكا كذا كذا في الكتبه بيان سور تنصيفط للمخرج واش عجبك ولا قال لي مسكين كذا والفيلم كانت سميتو يد فاطمه وطلبت المخرج باش نرد فاطمه وقبل لي انه قنعته هادشي علاش قلت لك سي احمد المعنوني مخرج لانه ماشي تيدير داكشي اللي بغى تيشوف فين كاين الحق
ما تيستغلش راسو هو مخرج وتيدير فيه انا هو المخرج خصكم ديروا اللي قلت لكم انا عيطت ليه ناقشته قلت ليه يد فاطمه القصه زوينه ولكن راه الا جيتي تشوف راه بدلت لها واحد شويه انا حيت تلقني تبدل السيناريو تملح بشي حوايج قلت ليه ما جاتش يد فاطمه يد فاطمه ما دارت والو زعما فاطمه علاش ما تكونش هذيك السيده اللي هي هرم ديال سميتو هي فاطمه انا ما تيهمنيش نكون بطل ولا ماشي بطل المهم هذيك السيده سبقاني وتستحق مني الف تقدير فضيله بن موسى تحيه ليها موسى تنشكرك لانك كنتي معايا بحال امي في الفيلم وما خليتيني نمشي لهكا ولا هكا شكرا لك لا فاطمه فين هكا ولا هكا زعما في التمثيل فعلا في التمثيل ما لا زعما في التمثيل لقيت التجاوب ديالها لقيتها قريبه مني تصوري الا كانت مثلا حاشا لله لكون كانت هي شي وحده اللي عصبيه ولا تقدر تكون تمثل معاها وما تحش ما تخرج لك والو هي مسكينه مطلقه اللي قلت لها تديروا بعض المرات تنقول للمخرج نجرب واحد اللقطه تيقول لي جربها تنقول لها يلاه فاطمه غادي نديروا كذا 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 تقول لي زيد نديروها وتنديروها تتصدق شحال كان الارتجال في هذا الفيلم ديال ايكو شحال كان الارتجال ديالك ما كنتيش منضبط في السيناريو ما ضبطتيش في السيناريو لان في الاول ضبط في السيناريو بينت بانني نقدر نكون فنان انضباطي تنضبط وبينت ليه وقلت ليه واش قلت للمخرج واش تقدر تخليني ندير واحد اللقطه ديالي قال لي هي اللي بغيت درت اللقطه ديالي قال لي هذا الشيء اللي غادي يبقى توجور هو اللي غادي يبقى تيجي عندي السيناريست يقرا لي السيناريو تذكرني فيه انا قريت السيناريو باش ما نكذبش تذكرني في السيناريو تنقول ليه هذه كان عليا ندير فيها تيقول لي دابا انت وقف على الله فاطمه بوس لها راسها هضر معاها قول لها انا غنسافر خذ راحتك ديرها كي بغيتي وفي هذا الطيب تنديرها كي بغيت تنجح لدرجه اننا درنا سته ديال اللقطات ما باقي عرفناش نختاروا كلهم واعرين كلهم تيضحكوا واخا ولكن ما كنتش نجرب شي فيلم ما فيه ما نضحكش فيه ما ضحكش فيه تقدر بغيت تقدر ما تكونش تضحك ما بغيتش تقدر تكون جالس مجمع وما ضحك حتى واحد انا والبرنامج من الاول وانت تضحك فيا ما ضحكتي كاع لا ضحكت بصح انا نسيت تدخل فيا سمعتي بغيت نمثل شي فيلم يكون عنده ميساج قوي ما نكونش فيه انا تنضحك نكون فيه اكثر بغيته والله تي 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 شنو الميساج اللي بغيتي توصل انا ما الميساج ديال بزاف الميساج بحالاش بزاف ديال احترام الاخر مهم عندنا مشكل في احترام الاخر تنعانيو منه تنحترموش الاخر ما كاينش الاحترام وهذا تيقل ماشي كلشي الحمد لله الحمد لله البعض لا في السناب ولا في الانستغرام ولا في فيسبوك لا بعض المرات كتلغي لي كومونتير في لي ريزو سوسيو بعض المرات الا كانوا خايبين كتلغيهم الا كان قلت لا فاش كتحط التصويره ديالك كدير الغاء تعليقات لا ما كديرهاش ولكن انا تنمسح تتمسح الكلام الخايب لان تيتفرجوا فينا عيالات تيكتبوا لنا عيالات مجوجين تيكتب لنا السيد ومرته عائله تتكون تيتبعوا تيتقولش عاد كتبغي شي كلمه قلت الخلا كبيره خايبه تنمسحها عليه اش غتبقى دير ولكن لا انتقدني تنخليها واخا دائما في اطار الانتقاد جواد السيح الشرقي الساروتي يتهمان ايكو بسرقه فكره عرض سبعه رجال خاصه بمجموعه لا كوميدي نعم فعلا هادشي كاين وقدمتيها في الدوره الاخيره مهرجان مراكش للضحك ولا الناس تفرجوا الا كان زعما شي حاجه راه غادي تبان انا ما 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 عرفتش علاش خرجوا بهذاك السبق ولكن تنحترمهم هما كناس ولكن كفنانه كان عليهم يحترموا غير ما يقولش جيت قلت انا ما تفرجت فيه ما شفتو ما عرفتو ربطتني به علاقه زوينه جوج المرات في الراديو تنحسبو زعما زوين وكذا وباقي الحمد لله حتى دابا الى تفرجتي في صدمك التصريح ديالهم قلت لك ما تنتسوقش ما علاش ضمني الا كانت شي حاجه فري ولكن انا دابا انا تنوجد دابا لمراكش دوري في عقلي تنوجد واحد لو تيم واش غنبغي نخرج نقول للناس وعباد الله راه تنوجد واحد لو تيم بغيت نتلعب من الشاروخ عندك شي واحد يديرو ما يمكنش راه حنا انسان الاول اللي فكر يصاوب تليفون راه 8 صاوبوا حتى هما معاه فهمتي ف بعض الفلاتات اللي كانوا غير بينات انهم ما كانش عليهم يقولوا هكاك بحال الاستاذ الكبير اللي تبارك الله ما خلى ما دار في الكوميديا زعما خرجوا قال لهم نظرا نعيب ليا سميتي داك الشيء ماش غادي يدير ليا ولكن ما تمنيت كل ما دارش هذاك الشيء تنتمنى كون ما انه ما دار فلهذا حنا الحمد لله كنت انا سبونطاني فوق الخشبه في جمال كوميدي كلوب وتنهضر على الثنائيين اللي دازوا كبار وجاني في بالي ونسيت بس عارفين نسيت كاع انا اش كان واقع ودويت عليه وقلت سميتو ونقدر نقولها حتى دابا زعما ما غاديش قلت لهم الثنائي سفاجو مي واللي صراحه الله ما نساوش راه ضحكوا والدينا وقلت وهضرت عليه بانه فعلا تيبقى فنان ولو كانت هذيك الفلته صغيره ولكن انا بحال ولدو صغير غادي نسمح ليه هو اكبر مني واخا ما كاين مشكل من قبيله وانا بغيت نسولك هذا السؤال الكوميدي كنشوفكم كتضحكوا كنشوفكم كتضحكونا حتى حنا شنو وراء الضحكه ديالكم شنو كاين
مبوقين زعما؟ لا لا. واش غادي وراء الضحكة ديالك؟ شنو كاين وراء الضحكة ديالك؟ الحب. ما كاينش شي حاجة حنا ما تنعرفوهاش. هو ما كاينش هموم كبيرة اللي عندي. كيفاش ندوزو باش نوصلو كذا كذا وفاش نتقاتلو عيان ما عيانش نطلع الضحك؟ لا من صوري انت دابا كاينة عندك سارة غادي ليها ما عرفتيش الناس كيفاش دايرة الحالة ديالهم، واش غيضحكوا معاك ولا ما يضحكوش معاك؟ ماشي غتبيع لهم شي حاجة، غتعطيهم واحد الحاجة من قلبك، غتناقش معاهم مواضيع، كاين واحد فن الخطابة، غتوقف وغتبقى تهضر وما تيشوفوا فيك خصهم يضحكوا، باش عرفتي طبيعتهم مزيانة بيضحكوا، باش ما عرفتهاش، فقبل ما تطلع للخشبة ولا قبل ما تبدا، تتكون ديما الداخل ديالك فيه بزاف، وبزاف ديال العقبات تتفجروا فوق الخشبة. إلا ما ضحكش لك، إلا ما ضحكش لك سبيكتاكل وأنت كدير لو سبيكتاكل ديالك، ما ضحكش لك الناس اللي في سبيكتاكل، لو بوبليك، إلا ما ضحكوش لك، كتقلق؟ فقلهم وما ضحكوش لك؟ عمرهم الحمد لله ديما تيضحكوا، ديما تيضحكوا، لأن ديما تتلقى الناس جاية بغا تشوفك إلا وبغا تضحك. إلا ما ضحكوش نشوف السيناريو بعيد، إلا ما ضحكوش شنو هادي؟ ميتين راه ما محيين ولا ماشي مغاربة ضحكوا راه ميتين. لا لا الضحك الحمد لله كاين، من تدخل الله تيوفقك، لأن حاشا إلا واش توكل على الله وتوجد خدمة زينة وما تخدم لكش، ما يمكنش. مين تطلب الله هو الاول باش تدخل عند الجمهور وتتقابلهم بقلب زين. انا نقول لك واحد القضيه، قول لي القضيه مهمه، قول لي بزاف القضايا. لي موغيس الا ما كانش عنده القلب، ما تنهضر على حتى واحد، تنهضر على لي موغيس فنان عالمي يكون من كندا، يكون خصو القلب، حيت حنا تنخاطبوا الروح ديالكم ما تنخاطبوش، فهمتي؟ الا ما كانش، انا ما كنتش داخل عندك القلب راه ما يضحكش ليا. شتي الا كنت انا مثلا ما تنعجبكش في الباسي ولا في شي حاجه راه ديما غادي دير، ما نخليكش تدوز ليا اش تنقول. عاد حنا راه الفن ديال الخطابه راه ما ساهلش، الهضره راه صعيبه باش انك تخاطب الناس. ايكو كنتي بغيتي ترد على شي اتهام وما قلتوش لك في الحلقه، قولي لي. كنتي بغيتي ترد علي انت انا ما قلتوش لك؟ والله ما عندي حتى شي اتهام انا زعما، بخير الحمد لله بخير. اللي اذا كانت شي اتهام بغيت تهم ليا اللي بغيت يهمني في شي حاجه انا موجود. ارجع انا وياك فلاش باك فلاش باك ساعه قبل الحلقه، قبل الدعوة ديال البرنامج ديالنا ولا لا؟ تجي معنا البرنامج ولا لا؟ إلا عاودنا رجعنا فلاش باك الحلقة ساعة. مزيان مزيان مزيان، ما عمر شي برنامج سولني بحال هاد الأسئلة. قبل ما نعطيك هاد لاكارت اللي غاتكتب لي فيها اعتذار أو لا اعتراف أو لا ميساج اللي غاتوجهوا الناس اللي كيشوفونا، غنقراوه في آخر شهر ديالنا، آخر حلقة في هاد الشهر، كما درنا مع ضيوفنا اللي كانوا معنا في البرنامج. بغيت نقول للناس كاملين كيشوفونا بان عندك لو سبيكتاكل ديالك دوما ياك سامدي في تطوان. غدا ان شاء الله غادي نكون في تطوان، ولو تخوا غادي نكون في العريش. بالنسبه لي انا فرحان بزاف لانني اول مره غادي نزور هذه المدينه بايكو. تنمشي لهذ المدن عندي فيهم صحابي، عندي فيهم الشيخ صاحبي حتى هو، عندي اصدقاء تما. فاش كتمشي لهاد المدن؟ تنمشي ندور عند صحابي ولا لي زيفينمون. كتوجد لهم سبيكتاكل لهاد الناس اللي كاينين؟ لا سبيكتاكل تيبقى هو هو، غير دوك واحد اللعيبه تنبدا نزرع فيهم ثقافه المدينه، هذا شويه نضحك معاهم باللهجه ديالهم باش نقدروا نتواصلوا، تيخرجوا لامبروفيزاسيون على داكشي اللي عندهم، داكشي تيوقع. مي سكوليت ديال السبيكتاكل تيبقى تيبقى واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره، اش تندير انا واحد ونص جوج واربعين تنبقى نزيد دوك الشيء اللي تيبان لي وانا خدام وتنكتب فوق الخشبه، ولكن محافظ على السيناريو في بالي. وواحد القضيه اخرى، ملي تنبغي ندير سبيكتاكل ديالي مثلا كل مدينه تنحاول نوجد لها شي حاجه اللي ديالتهم، هضره اغنيه شي حاجه اللي نغني لهم بها. فان شاء الله نتمنى ان الجوله تكمل مزيان. الحمد لله دابا رحنا غاديين مزيان وفرحانين بيا، فرحانين بزاف لان تلقاو اقبال وجمهور تيحضر. اللي تيعجبني بزاف في السبيكتاكل هو انني تنشوف البات والام والدري الصغير والكبير الصغير، كاع الناس الفولار فهمتي لي ميش الشعر كلشي، كاع المغرب كامل مجموع، هذاك هو الفضل ديال الله سبحانه وتعالى، ملي تيجي كلشي واخا. وان شاء الله غادي نعاود نمشيو، لا قلت لك نمشيو للرباط ان شاء الله، لوسانك ولوسيس نمشيو لكازا ولويت في مراكش. تخي بيان. بغيت ميساج منك الناس اللي تيشوفونا، بغيت نشكرك لانك كنتي معنا الى اليوم. انا الميساج اللي بغيت نقول الى اليوم، انا في هذا البلاطو او فوق الخشبه او في التلفازه او تيجيو الناس يتفرجوا فيا، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم سخر واحد الجمهور اللي هو كبير وقلبه كبير، ثق فيا منين
من الصغر تقف الموهبه ديالي واستقبلها من الانترنت وخلاها انها تلمع وتمشي للفيستيفالات وتمشي. فتنشكركم بزاف لانكم ثقتوا فيا، تنشكركم بزاف على شجاعتكم والحضور ديالكم اللي تجي. وما بقاش دابا بيناتنا الفن سو سناب شات، راه عارف الجمهور شنو كاين. ما بقاش بيناتنا الفن، ولات بيناتنا علاقه حب، ولات بيناتنا واحدة ما واخا نحبس كاع انا الفن ما تيبقى جمهور الفن كاع نحبس، تيبقى واحد الجمهور تتلاقى معاه في الزنقه كما غتشوفوا هنا غتشوفوا الغداء غتشوفوا ولادو تربوا عليك. فهذا هو احسن حاجه فطرت لي في حياتي، هو ولات عندي عائله كبيره اللي هي المغرب. فين ما مشيت تلقاهم في امريكا، تلقاهم فين ما درنا العرض تلقاهم تيجيو. فاللي غادي نقول اليوم بانه هو تنشكرهم بزاف على ثقتهم فيا، وانا ما حد تيحي ان شاء الله الا مستعد باش انني نفوج عليكم ونحيد لكم كاع المشاكل وكل شيء وندخل عليكم الفرحه ونصالحكم. بعض المرات يكون شي واحد مخاصم مع مرته وانا عزيز عليها وهو عزيز عليها، انا تيتلاقاو تيتفرجوا تينسى تيقول والله الا دار والله تنتلاقى معاهم كوب المخاصم تيقول لك والله انت اللي صالحتينا في هذاك تفرجنا فيه. شكرا لك ايكو لانك كنتي معنا، ومرحبا بكم الا بغيتوا تجيو تفرجوا في هاشتاغ لاختيست. هاد النقطة مهمة، ايكو ديال التلفازة راه بوحدو، وديال الانترنت بوحدو، وديال الخشبة واحد اخر، خاص الناس يجيو يكتشفوا هذاك ايكو غيجيو عندك، لان الامبروفيزاسيون اللي تتخرج في وسط الخشبة ما تتخرجش بزاف د الحوايج. مرحبا بكم ولا بغيتي تجيو اتصلوا بنا على شكرا لك، شكرا لك ايكو كتب. شكرا لك كتب بارك الله، شكرا لكم وشكرا لكم على الاستضافة اللي استضفتوني، الله يحفظكم. ولا وجدتي شي أسئلة أخرى أنا نجي مرحبا، ما يكونش شي خلعو وما فيهمش باتمان ولا سميتو سوبرمان. أنا ما تفرجنا كاع في سوبرمان، نايس عليل وبنا السريعة كابتن ماجد الصيد الصغير كاليميرو قوز قوزا، هذاك الشيء فاش تفرج رغيف والخبز هذاك راه ديال الناس الغمضر بس هذاك. كيف ما جاء في المقولة الشهيرة نحن لا نستحق الحرية ما دمنا نؤمن بأشياء لا نقوى على قولها، وهذا أمر واقع لأن الخوف من التعبير عن قناعاتنا وأفكارنا وتفسير تصرفاتنا هو في حد ذاته انتقاص من حريتنا. الحرية اللي نتمناو أنها كانت سند ضيفنا إيكو، جميع ردوده وأجوبته على أسئلتنا. ما بقى لي إلا نودعكم على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.